عاش بطل قصتنا في زمن الفترة، أي ما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى برصيصة. يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام 40 يوما لا يشرب فيها إلا الماء، ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى. يا رب يا رب، لقد تعبت من السير. لماذا يقطن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده. ها قد وصلنا، سأطرق الباب. باسمك اللهم أرحني يا الله بعظيم رحمتك. لقد بدأ في صلاته الآن. ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري، قد يصلي 10 ساعات، وأحياناً يستغرق في الصلاة لأيام كاملة. وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم، هيا يا أبا نوب، سنأتي له في وقت لاحق. ماذا بك يا سيل الشر؟ أراك تبدو حزيناً مهموماً. كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشل في مهمته. تقصد برصيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض، ولكننا جربنا كل الحيل معه. دعني أحاول مرة أخرى، لن نخسر شيئا. يعجبني حماسك للعمل، لا بأس، حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولا بأول. من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برصيصة. وعليك السلام، لم أتعرف عليك بعد. واحد من آلاف المخلوقات، فما أهمية الاسم؟ صحيح، يبدو أنك رجل حكيم. أرجوك أن تعلمني شيئا أستفيد به في حياتي. سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفي من مرضه في الحال. وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك. وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخله، وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح، وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له. وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شفي. بالضبط يا سيد الشر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. النجدة، نار في رأسي. اهدى يا وزيري، أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي. سيدي الملك بترك، هل لي أن أقترح حلاً لعلاج الوزير بيلاطس؟ تحدث يا الجندي أبا نوب. هناك راهب صالح يسكن في صومعة في أطراف المدينة يدعى برصيصة. سمعت به، وماذا بوسعه أن يفعل؟ قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجاباً عند الله. النار بداخلي، أنقذوني. خذوه إلى ذلك الراهب فوراً، ربما أمكنه العلاج، لن نخسر شيئاً بالتجربة. أرجوك يا سيدي، صلي من أجله أو اقرأ له شيئاً من الدعاء المبارك. الدعاء المبارك؟ ومن غيرك يستطيع علاجه؟ سأجرب شيئاً، ربما نجحت. نار في رأسي، النجدة، النجدة. الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير.
أين أنا؟ وما الذي جاء بي إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق، إنني في أتم صحة، حمدا لله. يا له من أمر عجيب. بورك فيك يا سيد الراهب. أنا لم أفعل شيئا. يا لك من رجل متواضع. هذه شيم العظام. اسمح لي أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة. وأنا أيضا أرجوك يا سيد برصيصة، لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا. قلت لكم لا وألف لا، كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد، سنبني لها غرفة بجوار صومعتك. سأراها في طريقي كل يوم. سآمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب. لا لا، ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة. يا سيدي الراهب، نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك، هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق. ولكن نتوسل إليك ألا تخذلنا. لا فائدة، ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة. سافر إخوة الفتاة وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء، وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها. أين كنت مختفيا يا صديقي العزيز؟ أتجول في أرض الله واسع متأملا مخلوقاته العجيبة. دعاؤك الذي علمته لي أثره طيب للغاية، ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء. الله هو الشافي، ما نحن إلا أسباب في يديه. ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف، فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري. أعانك الله، سمعت اليوم صوت الذئب يهوي، لعله اشتم رائحة طعام قريبة. أنا وضعت الطعام على بابها، أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري، كان الأحوط أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها. أتظن ذلك؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لعلك أنت سيدي الراهب. لا لا، لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة، ولكنني لست سيدا لأحد، هذا ما قصدته. هذا تواضع عظيم منك. إليك هذا الطعام. أعددت الطعام بنفسك وحملته إلي؟ هذا واجبي، لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام، لهذا وقفت أنتظرك. هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري، ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة، أقصد شكرا لك سيدي على تعبك. أغلقي الباب خلفك جيدا. أعددت الطعام بنفسك وحملته إلي؟ أستغفر الله، أستغفر الله، يجب أن أبدأ صلاتي من جديد. يسمع برصيصة أحدهم قادمة. هي بالتأكيد، ما هذه الجرأة؟
لن أفتح لها. أحدهم يطرق الباب. من بالباب؟ إنه أنا. معذرة يا أخي، كنت أظنك هي. هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها. لا أتذكر شيئا. الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها. نعم، تذكرت. سامحني، مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي. أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة، خشيت أن يأكل الذئب طعامها، ومن وقتها لا أطرق بابها. أتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ إنها مريضة تحتضر. وكيف عرفت؟ سؤالها يدمي القلوب. مسكينة، ستموت موتا بطيئا إذا لم يسعفها أحد. ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها وحاول أن تساعدها. لا تخش على نفسك، فأنت راهب وعابد وزاهد، ودعواتك مجابة بأمر الله. نعم، ولكن إما هذا وإما أن تتركها تموت. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عفوا لدخولي، إنما أردت أن أطمئن عليك. أهلا سيدي. دعك من الكلام الآن وتناولي هذا العسل الجبلي، هو مفيد جدا لك. ما أطيب طعمه، شكرا لك. لا شكر على واجب يا... معذرة، لم أعرف اسمك. اسمي ريموندا يا سيدي. ريموندا، ما معنى هذا الاسم؟ يقولون إن معناه نور العالم. نور العالم، يا له من معنى جميل. إنني في الحقيقة نادم أشد الندم. نادم على فعل الخير؟ لم أعد أفهمك يا صديقي. لقد شفيت الفتاة تماما، لم تعد بحاجة إلى وجودي بجانبها. أكمل ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم، ونجلس معا للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة. كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش وحدها بين أربعة جدران، ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها. أؤنس وحدتها؟ هذا كلام خطير. ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة، وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة. تتحدث كأنك إنسان عادي. أنت راهب يا برصيصة، وزاهد، ونفسك طاهرة. أنت غير الناس جميعا. أتظن ذلك حقا؟ سيدي الراهب، ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك. لقد تأخر الوقت يا سيدي، والأفضل لصحتك أن تنام. كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا، ولا سعادة لي بدونك. ريموندا، أين كنت كل هذا الوقت؟ معذرة يا سيد الشر، كنت مشغولا في العمل. مع الراهب برصيصة؟ نعم. وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة. لقد سقط برصيصة في الفاحشة. حقا؟ لا أصدق، لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض.
لماذا تبكين الآن؟ ليتني مت قبل أن يحدث ما حدث، إنني أكره نفسي. أما أنا فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا. أرجوك يا سيدي اتركني، اتركني وكفى ما جرى. بل ستأتين معي لتعيشي في صومعتي، فلا يشك فينا أحد من الناس. ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصة مع الفتى طفلا بريئا لا ذنب له. قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا، نحن لسنا زوجين لتنجبي لي. لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى. ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا بأية طريقة. المسكين يتألم من البرد، سأذهب أنا إلى غرفتي القديمة فأحضر ما أجده من ملابس لعله يتدفأ ويرتاح. السلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر، لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري. لو رآه غيري من الناس لظنوا أنه ولدك، ولو رآه إخوة الفتاة ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة وعليك أن تحلها. وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع، كان برصيصة مشغولا بدفن الطفل بعد قتله. لقد أحضرت له الملابس الثقيلة، هل نام؟ سأذهب إليه، إنني لا أجده في الصومعة. برصيصة، برصيصة، أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني. فعلت ما كان ينبغي أن أفعل. أنا لا أفهم، أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه. قتلته؟ لا لا، أنت تكذب، أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برصيصة، أستحلفك بالله. ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات. لا لا، أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هاتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس. أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك. قلت اخرسي، سأحبسك في هذه الصومعة حتى تتعلم الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تحدث يا برصيصة. لقد قتلت الطفل مثلما نصحتني. أنا؟ أنا؟ أنا لم أنصحك بالقتل، قلت لك فقط يجب أن تتخلص من الفضيح. المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة. وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي. آه، هذا خطأ كبير،
قد يمر أحد الناس بجوار الصومعة فتستنجد به أو تحكي له كل شيء. أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة، أنت قتلت ابنه. المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة. إذن أقتلها وأجبرها على الصمت. انتظر يا برصيصة، لا تتعجل يا أخي، العجلة من الشيطان. أسلوبك رائع يا أبيض، وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ. اخرج من هنا، ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزمي الصمت وتنسي ما جرى. كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك. لا لا يا برصيصة، لن أصمت أبدا. إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر. لقد قتلتني قبل ذلك مرتين، قتلتني يوم وثقت بك، وقتلتني يوم أخذت ابني. لا فائدة، يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره. وقتل برصيصة ريموندا. اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي، اللهم اغفر لي خطيئتي، إنك أنت الغفور الرحيم. سيدي الراهب، كيف ماتت أختنا ريموندا؟ مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق. نعرف أنك لم تقصر يا سيد الراهب في مداواتها، شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا. لقد قمت فقط بواجبي. من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر، أين أختك؟ لا تذكرني، رحمها الله، ماتت مريضة. بل ماتت مقتولة بعد أن كيف تجرؤ على اتهام الراهب برصيصة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي. هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب بنفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة. كان كابوسا فظيعا. لقد رأيت، لا عليكم. أما أنا فلا أستطيع الكتمان، ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا. هذا نفس ما رأيته، ودلني عليه رجل مسافر. هو نفس حلمي أيضا. لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها. نعم، على يمين الباب في حفرة عميقة، ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب. هل يمكن أن نرى جميعا نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من هذا الأمر. وحفروا الأرض ثم أخذوا الراهب جرة. ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برصيصة. أصمت أيها المجرم. أرجوكم أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي. ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين. لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه. اخرس ولا تزد كلمة واحدة. يا للفضيحة يا للفضيحة. يا لك من داهية يا أبيض، إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية. لست راضيا عن نفسي بعد يا سيد إبليس. كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة، ثم جعلته يقتل مرتين. هذا غير الكذب، فماذا تريد أكثر؟ إن طموحي لا يتوقف عند أحد. ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى، سترى حالا يا سيد إبليس. أرجوك يا صديقي أن تنجيني. أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيدي الراهب. لم أعد راهبا، أنا فاحش وكاذب وقاتل. أرجوك ساعدني. كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستحي وأنت أتقى بني إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي. ثم إنك اعترفت لإخوتي الفتاة بكل ما فعلت،
موقفك في غاية الصعوبة. أنت الذي دفعتني لهذا، كنت تشير إلي أن أحدثها ألا أتركها وحيدة، كنت تشجعني دائما حتى... حتى ماذا؟ أكمل. أنت شيطان، نعم أنت شيطان. أخيرا عرفتني، ولكنه إدراك متأخر يدل على الغباء الشديد. لا تؤاخذني، إنما أقرر حقيقة. دعك من الكلام وافعل شيئا، سيقتلونني. سيقتلونك، هذا شيء مؤكد، وليس أمامك إلا حل وحيد. قبلته قبلته، ما هو؟ أسجد لي سجدة واحدة وأنجيك من كل هؤلاء. قبلت. الآن يا سيد إبليس، أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة. إنني ساجد أمامك، فأجرني. هذا ما أردته منك يا مرصيصة، وكانت النتيجة أنك كفرت بربك. إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ها هو المذنب، اقتلوه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال. إثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات. أمرك يا سيد القائد. هيا اضرب. لا تندفع كالثور، واحرص على حفظ توازنك. معذرة يا ذا القرنين. بتار، عقاب. أمرك يا ذا القرنين، رهن إشارتك. أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار. أليس الاختبار شاقا؟ من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة. أمرك يا سيدي. لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. أيها التاجر، أريد شيئا من اللحم، وليس معي إلا قطعة من الفضة. خذ اللحم دون أجر يا عماه. دون ثمن؟ بارك الله لك. بل ادعوا لذي القرنين الذي نشر العدل والخير. اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس. عقاب، أين أنت؟ هنا، لم آكل منذ الصباح. ليس هذا وقت الطعام، هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين. اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية. استعدوا للسفر. سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي. ها قد اعترفت، معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس. لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا. وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان، أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم. لنسافر غدا إن شئت. بل نسافر الليلة، سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا
وجنودهما في الرحلة، وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ، ولا زرع أمامك. كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة. ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء، يمكنكم أن تحفروا هنا. الماء يا سيدي، لا أصدق عيني. نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر، بل اشكر من وهبك الخير. عمن تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله. اللهم لك الحمد وحدك، ولك الشكر وحدك. لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة. لقد انتهت مهمتنا. ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين. نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم. انهض أيها الرجل، ولا تنحني لغير الله. لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه. إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب. إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم. الحرب! 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 انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟ إنه رجل صالح وعادل، ولم ينهب أرضا دخلها. وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خونة، أتباع للغزاة. نقتلهم يا سيدي؟ ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخونة. هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن... ما هذا؟ زلزال! زلزال! المصيبة الأكبر! إنه جيش الأعداء! أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل. ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم. أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا، واتركنا لنعيش. ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم. ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية. سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا. سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا، ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة. لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟ لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم. ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي. لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة. هل نعفو عنهم إذن؟ ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا
فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أنهى ذو القرنين مهمته وقرر الرحيل، فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة. سيدي، لقد استبد بنا التعب. يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك، مرهم بالتوقف. سيد القائد، إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا. إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب، وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة. ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟ سكان القصور والحدائق ليسوا في حاجة إلينا، بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض. أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها. صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين. توقف أيها الساحر، إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه، وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته. يجب أن ندافع عن آلهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد. ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل. ستعيننا أرواح الآلهة. لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها. ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احقن دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم. أشكرهم، ولكني أريد أن أقول شيئا. صمتا أيها الناس. إن ولاءنا لله وحده، والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير، أبيض أو أسود. أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله. قوموا بترويض الخيول كما علمتكم. عندي سؤال يا سيد القائد. تفضل. كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها، وعلاج الناس، وبناء البيوت، وزراعة الأرض. هذا من فضل الله وحده، قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة. هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا. إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا. ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك. أتجه إليهم بإذن الله. الحرارة لا تحتمل. غدا تعتاد الجو الحار. هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا. أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا. لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة. إنهم هناك. ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة. وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل، ولم يعلمهم أحد كيفية البناء. وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة. مر الجنود بأن ينصبوا الخيام. يسألون عن الخيام، أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها. يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف. ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها. وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتا وأكواخا تحميهم من حرارة الشمس، ونعلمهم أن يحفروا أنفاقا في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار. أمرك يا سيدي، ولكننا لا نعرف لغتهم. سأحدثهم أنا. أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار. في الحال يا سيدي. وأنت يا عقاب، مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالا، وأن يجمعوا المادة الصبغية من جوف الأشجار. يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة. المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السراديب. احذر وأنت تتحدث أمامهم. لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات. علمنا ذو القرنين لغتكم. هذا يعلمك يا بتار أن تكون حريصا في كلامك. ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي، جزاك الله خيرا عنا وعنهم. هيا لنصعد،
وليبيتوا ليلتهم في البيوت الجديدة. إننا لن ننساك يا ذا القرنين. أشكرك، لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك. أنا أدعو لك؟ من يدري أينا عند الله أكثر صلاحا؟ ليست الهدايا في مقامك، لكنها أفضل ما لدينا. هذا الذهب لا يلزمني، ربما يسعد النساء في قبيلتكم. هل ترد هديتنا المتواضعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية. كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري، أنا لا أستقر في أرض كما ترى، ولكن أحب أن أراك على خير. هونغا. وعليكم السلام أيها القائد النبيل. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة. كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور. توقفوا هنا، الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا. نعسكر إذن أيها القائد؟ بل نستمر في صعود الجبل. كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة. أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف. لا أظن أن هناك أقواما يعيشون في تلك المنطقة النائية. كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس. سنصعد الجبل، هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي، لم أقصد. إننا دائما أتباعك المخلصون. سبحان الخالق العظيم، والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض، من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة. عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف. أين هو؟ اقترب يا رجل. اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا، كان رأيك هو الأصوب كالعادة. لا عليك، هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم، ولكني في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم. لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا. دلني فقط على مكانهم، لا تطاردهم، سأحدثهم بلغتهم. سياناو، السلام عليكم يا أهل تلك الأرض، جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال، إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة. ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها. هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد، ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث. ما أعجب هؤلاء القوم، إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم. تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح. أي طيبة وأي صلاح، إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا. لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا. لا 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 أظن ذلك. وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش؟ لن نخسر شيئا، إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة. معك حق، هي تجربة خطيرة، لكن ليس أمامنا حل آخر. لنسرع إليه قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم. هيا بنا، ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز. أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع. تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر. لا أريد أن أفسد شهيتي، أريد لحما آدمية. لا تخافا، لن أؤذيكما. نشكرك، أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر. ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا. هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد، خلقنا الله من أب واحد، هو سيدنا آدم عليه السلام. من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليهم السلام، وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام
ليجمع المؤمنين على كلمة سواء. لم نرى في حياتنا إنسانا مثلك، ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين. صدقونا أيها الناس، إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا. لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة. ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك. وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجر مقابل حمايتنا، أي قيمة لأجر يساوي الحياة؟ لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجا من ثروتنا، إنه يستحق. اهربوا، إنهم قوم مأجوج. لا تخافوا، أنتم الآن في حمايتي. إنك لا تعرفهم يا سيدي، إنهم أقوام شرسون. لقد رأيت عملاقين منهم، إنهم قوم يأجوج. أما مأجوج فهم أكثر خطورة. كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر، ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة، وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق. كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم. أمر عجيب، إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة. والعمل، كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا. سأفعل إن شاء الله. أيها القائد الكريم، لقد أحضرنا هذه الهدايا لك، ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا. أرجوك أن تقبل. خذوا أموالكم وهداياكم، لست أتقاضى عن عملي أجرا، إنما أعمل لوجه الله عز وجل. لقد سمعنا من أخبارك الطيبة، وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة. هذا من فضل الله. نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع عنا أذى يأجوج ومأجوج. سأبني لكم السد، ولكن عليكم أن تعينوني. نحن خدمك ورهن إشارتك. مرنا ولن تجد منا إلا السمع والطاعة. توكلت على الله. لماذا لا نهجم على أهل السهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا. نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر. إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال، غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة. نعم، أفضل ألا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله. آتوني بالحديد، ضعوه هناك. لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع. يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء. كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم. ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء. انصهر الحديد أيها القائد. انفخ الآن حتى يصير نارا. هل نهدر النحاس المذاب؟ نعم. صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها. حسنا، هذا يكفي. ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة، ولتأتي المجموعة الثانية للعمل. لم نشعر بتعب يا سيدي. هذا أمر واجب التنفيذ، فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة. هيا أكملوا عمل إخوانكم. ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا، يجب أن يصل إلى آخر الجبل. لن يستطيع تسلق هذه المسافة. إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله. بتار. نعم يا سيدي القائد. هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة. هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه. إنك لم تنل قسطا من الراحة منذ أيام. يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا. ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعا ونحطمه. إنه لا يتزحزح. اقذفوا بكرات النار.
النار ترتد إلينا. أوه، افعلوا أي شيء. الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها. إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر. استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء. انتهى البناء أيها القائد. هذا رحمة من ربي. مري الجنود بأن يستعدوا للرحيل. إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا. ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي. هذا قدر المجاهدين في سبيل الله. هذا السد لا يمكن تحطيمه. أظن أنه سيبقى إلى أبد الدهر. لا شيء يبقى إلا الله. السد اليوم منيع، ولكن له أجل سيبلغه، ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلا واسع الثراء، أنعم الله عليه بنعم كثيرة، وكان يحسن الشكر على النعمة، وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة. سامر، خذ مني يا بني. لا داعي، الكل أمامه طعام وفير بفضل الله. زيادة الخير أفضل. اسمع يا بني، حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام. تعرفينه أكثر مني يا أمي، لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولا. تفضل. السلام عليك يا بني. وعليك السلام يا عماه، هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع، وسمعت أن بهذه المدينة نبيا يقدم الطعام لمن يطلبه. هذا صحيح، ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة، شرفنا في الغد إن شاء الله. شكرا لك على كل حال. انتظر يا سيدي أرجوك، إن ولدي لم يقصد أبدا. اذهب يا سامر واسبح أكبر كبش لدينا، وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم. لا داعي للتعب، يمكنني أن أنتظر حتى الغد. سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا: أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع؟ ثم أمرني أن أستبقيك. يملك المال والحقول ثم ينشغل بغريب طاعن في السن مثلي. الملك لله وحده يا سيدي، ما نحن إلا عبيد وإماء. تفضل معي، فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه. لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك؟ كنت مشغولا في التجارة طوال اليوم. أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم، فالطيبات هناك كثيرة. لا أفهم، لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم؟ إنه يتقرب إلى ربه يا رجل. هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع، وإلا فلماذا يضيع ماله؟
من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم. لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب. لا داعي، أفضل أن أحتفظ به لنفسي. لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك. أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته. هذا أغرب رأي سمعته. كيف؟ اشرح لنا أكثر. إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس. لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي. وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر، وبدأ السؤال الأول في ذلك، وكان الامتحان الأول امتحان الحقل. حقول أيوب تحترق، حقول أيوب تحترق. أيها الناس، أيها الناس، أعينونا بالماء. سلم يا رب. الفتاة، هيا بنا نساعدهم. هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ معك حق، إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول إنقاذ ماله. يا لها من كارثة، ضاعت ثروة أيوب بأكملها. الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه. ستثبت الأيام لكم أنني على حق. احذر يا سيد أن تلمسك النار. لا تخف علي من النار، بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة. ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو. إنها أرضي يا أمي. بل هي أرض الله يا بني، وما جرى فيها قضاء الله. هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأذى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد، فقط لا تفرط في نعمة الحياة. فهمتك يا أمي، سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى. يحميك الله يا بني ويرعاك. هل أبي بخير؟ الحمد لله، لم تفارقه ابتسامة الرضا، ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك. إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض. لا يحزن المؤمن إلا إذا أذنب أو فرط في جنب الله، أما الدنيا فهي زائلة يا بني. يا سيد حوراني، أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه. لتواسيه؟ وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله. لديه من الأولاد 10 ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا. يا لها من كارثة مروعة. كيف مات الأولاد 10 في يوم واحد؟ يقولون إن صاعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا. هناك من يقولون إنهم مرضوا بوباء عجيب. اصمتي، إن رحمة قادمة. البقاء لله يا رحمة. نعلم أن المصيبة كبيرة. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله. استرد الحق وديعته، والحمد لله على كل حال. يا له من جبل صامت. عمن تتحدث يا حوران؟ عن نبي الله أيوب، فقد أولاده 10 ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته. بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب، كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم. ألن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه؟ وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله؟ ما دامت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد. هذا صحيح، الصحة أهم من المال وأهم من الولد. وأيوب قوي منفور الصحة، لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن 70. أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير. صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه. ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا.
ليتك تملك نصف قوته وصحته. رحمة، أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم، أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا. أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي، والجو شديد البرودة، ربما تعب لهذا السبب. ليس مجرد برد، إنه يتألم بشدة، وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع. اهدئي يا رحمة، لكل داء دواء. ما يخيفني أن جلده يسقط، وكذلك أجزاء من لحمه. إلى هذا الحد؟ يا له من مرض شديد. أها، أيكون معديا؟ لا أدري، ولا يشغلني أن تصيبني العدوى، أنا فداء له. نصيحتي لك أن تكوني على حذر. لا أريد أن أتأخر عليه، ربما احتاجني في شيء. أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب. أرجوكم يا سادة، كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة، وسوف يؤذي القرية بأسرها. تكلم يا سيد حوران، قل شيئا. ربما القوم على حق يا ابنتي، فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم. نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى؟ عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا. أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء. وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة، إنها أرض مهجورة قد تسكنها الذئاب والوحوش. إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه. إنسان في هذا المكان الموحش. السلام عليك يا ابنتي، إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية، كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة، أرجو ألا أكون قد أزعجتك. انتظر أيها الطبيب، إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة. ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العظم والعصب. هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري. أتوسل إليك أن تعالجه، وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب. لا أحتاج إلى الذهب، وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي. بارك الله لك يا سيد الطبيب. العلاج أن يقتل ذبابة ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت. زوجي نبي الله أيوب، ويستحيل أن يقبل الركوع لغير الله. بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته. الموت عنده أهون مما تقول، ابتعد، إنك إبليس رجيم. كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض، ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان. يا حبيبي وزوجي وسيدي، أنت نبي الله مجاب الدعوة، فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب، إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله، على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال. أعرف، ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة، تعبنا من عدها. قال نبي الله: إن الله قد من علي بالصحة 70 سنة، ألا يكون من الأدب أن يصبر 70 عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر 70 عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس بعت كل حلي وملابسي الزائدة، ولا أعرف ماذا أصنع في الغد. صديقتنا رحمة جاءت. كيف تعرفت عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة، أرى أطراف ظفائرها الذهبية. نعم، كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا. شعرها ينساب كخيوط الذهب. السلام عليكما. ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة.
وأنا لم آتي لأبيع، إنما لأطلب العمل. عمل؟ أي عمل؟ أستطيع حلب الماشية، أو حياكة الملابس، أو إعداد الطعام. عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجر. لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة. إذا تحدثي أنت وحدك معها. آسفة يا رحمة، ليس عندي عمل يناسبك. إنني في أمس الحاجة إلى المال. ما رأيك أن تبيعي لي ضفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد، إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده. يا لها من حياة صعبة. في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض. لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر، ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته. كلام معقول، ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا. هذا في الظاهر، لا نعرف ماذا يخفي علينا. نعم صحيح، الناس أسرار. أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب. سمعت اليوم ما ألمني، إنهم يتقولون عليك ويتهمونك في إيمانك. قال لها نبي الله أيوب: إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه. يعتقدون أن الله غاضب عليك، ولهذا لا يمن عليك بالشفاء. أثبت لهم أنهم كاذبون، أدعو ربك أن يشفيك. غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه، لكنه لزم الصمت. لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟ أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها، لكنه لا يقدر، فقال: لو شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. أهذا جزائي يا أيوب؟ تجلدني 100 جلدة لأنني أريد لك الراحة والشفاء؟ سامحني يا رب. باعت السيدة رحمة كل ما كانت تملك من حلي ومتاع، وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها. رحمة، لماذا جئت متأخرة؟ عفوا، تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور. هذه الظروف لم تعد تناسبني، أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد. سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي. قلت إني لم أعد في حاجة لخدمتك. وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك. أيمكنني أن أستعير رغيفا من الخبز وأرده فيما بعد؟ تعرفين أن لكل شيء ثمنا. وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب، ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها. الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء، أردت أن أدعوكن لتناول الطعام معي. ستأكل الخادمة معنا؟ لا، إنها ستبيع لي شيئا ما بكامل إرادتها، أليس كذلك؟ تفضلي، قصي ضفيرتي التي اتفقنا عليها. هل اشتريت منها ضفيرة من الشعر؟ نعم، مقابل رغيف كامل من الخبز. وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء، إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم. أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء وخذي بعضا من اللحم أيضا. هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام. أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له. عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئا. سق يا سيدي، أنا لم أفعل ما يغضبك مني، ولا أتساءل الطعام أبدا، بل دائما أعطي أكثر مما آخذ. كل وأنت مطمئن، نفذ الطعام من بيتي. ما رأيك في ضفيرتي الجديدة؟ وقد ثبتها في رأسي. كنت أسأل عن الطعام يا صعباء. أنت الآن تملكين ضفيرة واحدة وأنا كذلك،
لا أحد فينا يستفيد بالضفيرتين معا. أتقصدين؟ بالضبط، تبيعين لي الضفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم. إنني لا أدري ماذا أقول. حسنا، فكري في الأمر، الطعام موجود هنا في أي وقت. موافقة، خذي ما تبقى من الشعر. هكذا تقتضي الحكمة، الطعام أجدى وأهم، إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط. ليرحمنا الله. وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه. أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئا من الطعام، فالجو شديد البرودة، كل لأجل خاطري. عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام. قدمت خدمة لنفس المرأة وأعطتني طعاما بمقابلها. لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها. إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها. لقد اضطررت لذلك، لم يكن أمامي خيار آخر، إما صحتك واستمرارنا في الحياة وإما زينتي. سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة. خشيت أن ترفض بيعي لشعري، وما كنت أحتمل أن أراك جائعا، أرجوك أن تسامحني. هنالك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا له من جو عاصف، الرياح شديدة اليوم، أخشى أن تفسد شعري. شعرك؟ تقصدين شعر رحمة. لقد صار شعري من اليوم. اشتريت الضفيرة الثانية؟ انظري بنفسك، الضفيرتان. انتظري يا فتاة، لا تذهبي بعيدا، أين أنت؟ أين ذهبت الضفائر الجميلة؟ لن أعود إلا بها، ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها فلم تجد نبي الله أيوب، كان قد تحامل على نفسه وصار وحده إلى نهر بعيد، نزل في الماء وشرب واغتسل، فذهبت عنه كل القروح وخرج سليما معافى. عندها وجد أمامه ثوبا من الجنة. أيها الرجل الطيب، ألم ترى زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد. إنه رجل مريض، فيه شبه منك، ولكن... عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلا: ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب، الحمد لله الذي شفاك وعفاك وردك إلى أفضل حال. نظر نبي الله أيوب إلى السماء فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص، فأخذها يضمها إلى ثوبه ويكثر منها. يا نبي الله، ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب: وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لا أدري ما حاجتنا إلى القش ومعنا كل هذا الذهب، ولكني لن أناقشك بعد الآن. ابتسم نبي الله أيوب وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة. يجب أن أذكرك يا سيدي بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي 100 جلدة إذا ما شفاك الله. قال لها النبي أيوب: إن الله أرحم بنا من أنفسنا، أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه، فلا أوذيك وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي. لم أشعر بالألم مطلقا، أهكذا انتهى عقابي؟ كم أنت رحيم يا الله. قال نبي الله أيوب: الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر وأعاننا عليه وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين. إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة. حاضر يا أخي رحيم، سأخبر بقية إخوتنا 10 حتى لا نتأخر عليه. أتعلم أن لنا 10 إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله؟ نعم، أخبرتني أمي رحمة بذلك.
خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده العشرة أو أن ينجب غيرهم. واختار أبي كعادته الاستزادة من الخير والشكر. ها هي أمي تقف عند الباب. أسرعوا يا أبناء أيوب، فموعد الصلاة قد حان، ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقاة ربه. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. في عصر نبي الله العزير عليه السلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام، بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع. ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته. الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر، كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم؟ لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق، ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء. هذه مدينة الموتى، البشر يسمونها المقابر، لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها. عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله، أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ أخيرا، ها هي الحديقة، أرتاح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين. أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة، وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها. هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره، وهو أمر البعث، كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك، فقط كان يتساءل. في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة، مات نبي الله عزير في مكانه، مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق، ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم، سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس. كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه، هل ستذهب؟ لا لا، لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل. وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد. هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان، لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف. معك حق، سنكتفي بالنداء، ولو كان نائما فسيستيقظ ويرد علينا. سيدي عزير، سيدي عزير،
يا نبي الله. لا أحد يجيب. ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا. لا تضيع الوقت، إنه ليس هنا. هيا هيا نبحث في مكان آخر. ومرت قرابة 100 عام على اختفاء نبي الله العزير، ونسي أكثر الناس سيرته. السلام عليك يا ولدي. اذهبي يا جدتي من هنا، صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين. رحم الله من كانت هذه أرضه. اسمعي أيتها السيدة، لقد حكيت لي هذه الحكاية 1000 مرة. كان هنا مسكن نبي اسمه عزير، ولكن هذا منذ زمن 100 عام. مهما طالت السنين يا بني، الأصل يبقى والخير يدوم. أنت امرأة خرفة، اذهبي بعيدا. لماذا تريد طردي من هنا؟ إنني أنتصر عودة سيدي العزير، أريد فقط أن أطمئن عليه. وبعد 100 سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير، ووجد أمامه كائنا من نور جليل. قال له: كم لبثت نائما يا عزير؟ أجاب: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. انظر إلى حمارك يا عزير، تأمل ما بقي من تراب عظامه، ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعودوا إلى الحياة. انظر كيف يبحث التراب عن التراب، ثم انظر كيف يكسوه الجلد. انهض أيها الحمار الميت منذ 100 عام. أمرك أيها الملك الجليل، ما هذا؟ طعام سيدي على حاله لم يفسد؟ كيف؟ متنا 100 عام، تحول فيها جسدي إلى تراب، وبقي عصير العنب على حاله، كيف؟ نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولما عاد نبي الله العزير إلى القرية كان قد تغير كل شيء فيها. يا جدتي، أرجوك ابتعدي من هنا ولا تؤذينني بوجودك. آه، ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيدي العزير؟ لم يعد بيت سيدك، مات عزير منذ 100 عام ونسيه الناس. هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي، كأنه هو. يا إلهي، ما هذه الريح الطيبة؟ لكأن سيدي يقف أمامي. ابتسم لها نبي الله قائلا: أنا عزير، أماتني الله 100 عام ثم بعثني حيا. صوته، لكن كيف لي أن أتأكد؟ لم أعد أرى. لو كنت سيدي عزير نبي الله، ادعوه أن يرد علي بصري. دعا عزير ربه: اللهم أعد إليها بصرها. سيدي، إنه أنت، إنه أنت. الحمد لله، الحمد لله، سأبشر الناس بعودتك. هذا أمر لا يمكن تصديقه. لا تنس أن العزير نبي،
والأنبياء تحدث لهم معجزات. وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مدعيا؟ لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها. هذا ليس دليلا كافيا، قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا. ما رأيك يا كبير الحكماء؟ كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته، بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها، فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة. هذا هو الدليل الذي نقبله. لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة. بدأت أثق به، نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره. سامحنا يا نبي الله، كان علينا أن نتأكد من شخصيتك. لم يساورني شك لحظة واحدة. سبحان من يحيي ويميت، عاش العزير معجزة عجيبة. سيدي ينهض، لقد أتم الكتابة. وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح، لا يوجد بيننا من يعرف التوراة. انتظر، إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة، احفروا تحتها. إنها الألواح، ألواح التوراة نفسها. نعم، إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا. ما كنا سنعرفها لولا سيدي عزير. نعتذر إليك يا نبي الله. سامحنا يا نبي الله وانصحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. رأى الناس بعث الموتى أمامهم وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام، وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهملوا العمل بها، لم يلتفتوا إلى كل هذا الخير وراحوا ينسجون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزيرا ابن الله تعالى الله علوا كبيرا. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون